فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة. نحن أتينا من إفريقيا، وإذا مس البلد الجفاف وقلة المطر يتوجه بعض الناس إلى قبور أحد الأولياء الصالحين ويطلبون منه أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر، ويقولون مثلا: يا عمي مسعود شتي ورعود، وجزاكم الله خيرا. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، اللي يطلب من الميت إنزال المطر ويستغيث به هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ألا يجوز الطلب من الأموات والاستغاثة بهم والاستسقاء بهم؟ لما قحط الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يستسقي، أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو وهم يؤمنون لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا إلى قبر الرسول، وهما بينهم وبينه إلا أمتار أو أذرع، ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ادع لنا، لأنهم يعلمون أن هذا ما يجوز، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القدوة. بل طلبوا من العباس لأنه حي وحاضر، وطلب الدعاء من الحي الحاضر طيب، أما طلب الدعاء من الأموات هذا شرك أكبر، فعليكم أنكم تبلغونهم بأن هذا شرك أكبر ولا يجوز، وعليهم التوبة إلى الله عز وجل. وإذا أرادوا أن يستسقوا يفعلون السنة، يصلون ثم يدعون الله عز وجل ويؤمنون على دعاء الخطيب، والله قريب مجيب. نعم.